قدمنا إلى مكة بنية العمرة ومعنا فتاة عليها الدورة الشهرية، وعند الميقات أحرمت وذهبنا إلى الطائف يوم السبت الماضي وعليها الإحرام، ورجعنا في نفس اليوم وطهرت وأدت العمرة أمس الأحد، طافت وسعت وقصرت. السؤال: هل العمرة صحيحة؟ وهل ذهابها إلى الطائف يؤثر على العمرة؟ لا يؤثر على العمرة، الحمد لله، ما دامت طهرت من الحيض واغتسلت ثم أدت العمرة هذا هو الواجب عليها. نعم، وذهبها إلى الطائف لا يؤثر عليه. نعم. هل للاحتفال بحفظ كتاب الله أصل في الشريعة؟ إذا كان القصد منه تشجيع الحفظة، تشجيع الحفظة وحثهم على حفظ القرآن الكريم، ليس في هذا شيء، هذا من المباح. نعم.